احنا عندنا ان احنا منهج اللي هو حرام نقول عليه حرام، انما عندنا دايره واسعه. وازاي تقول لي سيدنا النبي ما احتفلش؟ سيدنا النبي ما احتفلش بيوم مولده؟ طب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوه في الحديث الصحيح بيقولوا انت بتصوم يوم الاثنين ليه يا رسول الله؟ قال لهم ايه؟ قال لهم ذاك يوم ولدت فيه، بيحتفل وبيشكر ربنا صلى الله باليوم عليه وسلم اللي جه فيه. وعلى فكرة بقى مش كل سنة، ده كان بيعمله كل يوم اتنين، يبقى كل يوم اتنين كان بيصوم ليه؟ يقول احتفل بقدومي الى الارض فاشكر ربي بقربة الي وهي الصيام. ادي نوع من انواع القربات. يبقى اول واحد احتفل بميلاده هو صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا قبل كده ان الانبياء كلهم محتفلوا بسيدنا النبي، الملأ الاعلى كله بيحتفل بسيدنا النبي، واللي يزعل من هذا الحب يزعل، الحب عمره ما بيزعل ابدا. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري عهدي. بيقولوا ربنا الملائكه الانبياء كلهم قالوا اقررنا، ربنا يروح مصدق وقال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. ربنا سبحانه وتعالى التكليف الوحيد، ربنا بيأمرنا بالأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل. جه في أمر واحد في القرآن قال افعلوا، بس قال لهم، قال لنا كلنا قبل ما أقول لكم افعلوا أنا بعمل اللي أنتم بتعملوه ده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا. محمد دينا حقيقة، أدينا بعمل أنا هو الملائكة. أيوة. يلا بقى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ليه؟ تتشبه برب العالمين بطريقتك، وتتشبه بالملأ الأعلى الذي يظل يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين راح مكلفك انت، قال لك تشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن تشبه بالرجال فلاحوا. يبقى هنا ازاي نقول سيدنا النبي ما احتفلش؟ وممكن بعضهم يقول لك ايه، طب الصحابة والسلف ما احتفلوش. طيب انا عاوز اقول لك حاجة، ما هو ده اللي خلى سيدنا النبي هو جالس وسط الصحابة. شوف بقى عشان تعرف، وكل واحد يتمنى الحديث ده ويا رب نكون من أهله. قال إني اشتقت لإخواني. قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ الصحابة أبو بكر وعمر وكله، ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي. قالوا الله، إما لمين إخوانك؟ قال قوم سيأتون من بعدي لم يروني يتمنى أحدهم أن لو ينفق ماله وأهله ولو يراني مرة واحدة. صلوات الله وسلامه. صلى الله عليه وسلم. دول من اللي بيحتفلوا بالمولد، اللي عاوزين يشوفوا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا دائما في شوق وتشوف لأن نرى سيدنا صلى الله عليه وسلم وننعم بهذه النظرة.